في السنوات الأخيرة تولي صربيا اهتماما كبيرا لتطوير السياحة الملاحية، ليس فقط بسبب الكثير من الأنهار الصالحة للملاحة، بل وبسبب الجاذبية السياحية التي توجد بمحاذاة الطرق الملاحية. في صربيا وعلى ضفتي نهر الدانوب، الممر الأوروبي الكبير الذي يسجل يومه في 29 من يونيو حزيران كل عام، يتزايد عدد السياح من الخارج الذين يكتشفون المعالم الطبيعية والمعمارية. الدانوب أحد أجمل وأطول الأنهار في أوروبا، الذي يسجل يومه كل عام في 29 من يونيو حزيران في 14 بلدا المواقعة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون والحماية. السياح الذين يتنقلون عبر الدانوب يقولون إن لديهم على طول 588 كيلومترا التي يقطعونها عبر صربيا فرصة ليروا دانوبا مختلفا متغير الشكل، من واسع وهادئ ومستويا إلى سريع ومضطرب ونهر جبلي حقيقي. وبهذا اجتذاب السياح، فإن صربيا ورومانيا تعملان بقوة على مشاريع الدانوب السفلي، حيث يوجد معلمان طبيعيان. في صربيا يوجد مضيق جرداب، بينما يوجد على المثلث الحدودي بين رومانيا وملدافيا وأوكرانيا دلتا الدانوب التي تسمى أيضا بالأمازون الأوروبي. مضيق جرداب بجماله وحجمه لا مثيل له في أوروبا، تكون قبل مئات آلاف السنين بانفصال سلسلة جبال كاربتا، وفي هذا المكان تدفقت مياه بحر بانونيا. البحر تلاشى، وعبر 130 كيلومترا من هذا المضيق تجري مياه نهر الدانوب. مضيق جرداب هو أكبر اختراق مائي في أوروبا، ويتكون من 4 مضائق وثلاثة أحواض، وبالتأكيد أجملها هو مضيق الحوض الكبير الذي يصل علو جانبيه القائم إلى 300 متر فوق الدانوب. وتم التأكيد بأن عدد كبير من الدوامات المائية تصل أعماقها إلى عمق 90 مترا. ومن الحوض الكبير ينتقل النهر إلى الحوض الصغير الذي يبلغ عرضه حوالي 300 متر والمحاط بمنحدرات حادة، وتنتهي على الكيلومتر 966 من الدانوب الذي يسمى بمطحنة هيدوك. ونذكر هذا المكان لأنه يبدو كواحة بين الجبال الحجرية الضخمة، ولذلك يختاره الملاحون للملاحة. وعلى الكيلومتر 965 من الدانوب توجد لوحة تريان المحفور عليها باللغة اللاتينية أنه في هذا المكان وبأمر من الإمبراطور الروماني تم وصل ضفتي الدانوب. عامان استمر بناء الجسر الذي يبلغ طوله أكثر من كيلومتر واحد، الذي وصل صربيا ورومانيا الحاليتين. ويقول المؤرخون إن هذا البناء الأولي كان في 1000 سنة التالية أطول جسر في العالم. المياه الكثيرة والغابات والحيوانات البرية والمناخ الملائم في مجرى الدانوب كانت على الدوام سببا في تواجد الإنسان وتطور الثقافات المختلفة. مضيق الدانوب هو المكان الذي تمت فيه المحافظة على استمرار الحياة من الإنسان الأول وحتى اليوم. أقدم آثار الحياة هي في الوقت نفسه التطور الأهم للإنسان الأول المسجل بثقافة حي لبينسكفير من العصر الحجري الجديد، الذي تمثل أكبر أبعاده تماثيل الناس على شكل أسماك المصنوعة من حصى الدانوب. في متنزه جرداب الوطني وعلى مساحة 60,000 هكتار يعيش عالم نباتي وحيواني متنوع من النباتات المندثرة التي تلاشت من الأجزاء الشمالية من أوروبا. تنوع موطن النباتات أثر أيضا على الحفاظ على الأنواع الحيوانية المنقرضة مثل كونا، وهو نوع من الأرانب، والخفافيش، ومن بين 150 نوعا من الطيور أكثر ما يثير الاهتمام نوعان من النسور.